هاد القبعات الكثيره وهاد ورأس واحد كما تنقولوا هي اشياء عاديه يعني منطقيه يعني كترجم على الاحلام ديولي على الهواجس ديولي على حتى لي فرستراسيون اوسي باسكو فاش كنت ممثله وما زلت كنت فاش كنشوف راسي ما تنكونش دائما راضيه على راسي فلقيت بان ما يمكن الا انني نقوم بتلك المهمه انايا بحكم انني عارفه راسي مزيان عارفه امكانياتي عارفه حتى الحدود ديالي عارفه يعني هذا هو السبب هذا هو الدافع. سئلت كثيرا على سبب ان ما تحمستش انني ندير افلام اخرى عربي على المستوى العربي هو فقط لانني اريد ان اتمكن من اليات الاشتغال انا ويكون الفكره فكرتي ويكون المشروع مشروعي ويكون مسؤوله 100% على اي عمل غيجي باش ما نكونش مجبره على انني ان ابرر وسائل او اختيارات مخرجين اخرين او سيناريوهات اخرى او رؤى اخرى عرضت علي اعمال الا ان السيناريو لم يكن مقنع بالنسبه لي لم يغرني بالاشتغال. لا 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 فقط للاشاره احكي يا شهرزاد انا اخترت الاشتغال مع يسري نصر الله لاننا معجبين بافلامه معجبين بفكره ورؤيته السينمائيه. هو مخرج الافلام الروائيه الطويله ليس مخرج للافلام التجاريه فقط. الافلام التجاريه هي التي تمكنك من الانتشار يعني اخترت مخرج لفكره ولسينماه الخاصه يعني ما كانش الهدف ولا الهاجس الانتشار. احكي يا شهرزاد لم اكن مجبره على ان اختار اي سيناريو قرات السيناريو ووافقت لانه أعجبت بالفكرة أعجبت بالتناول أعجبت بطريقة كتابة وحيد حميد بإخراج يسري نصر الله. احترمت رؤية المخرج ليس بالضرورة أن أكون متفقة معها احترمتها لأن سي سون أوفغ ومن الذوق ومن الاحترام وإتيكيت العمل والأخلاقيات العمل أنك تحترم الرؤية ديالو وتحترم التناول ديالو. عرضت علي برامج كثيره ما يمكنش تصوريها برامج اسريه برامج الاطفال برامج طبخ برامج نهائيا المهنه ديالكم مهنه الاعلام صعيبه ما تنسمحش لراسي انني نتطفل عليها كما ما تنسمحش لشي حد كل من هب ودب يتطفل على المهنه ديالي. انا اؤمن بالتكوين اؤمن بالاجتهاد وبتكون شغوف بالمهنه اللي غتمارسها. انا ما عنديش شغف بالمهنه التنشيط ومهنه تقديم البرامج هذا ما تعنيش بانني ما تنحترمهاش تنحترمها بزاف بزاف وتنعرف الصعوبه ديالها لذلك لا اسمح لنفسي انني نتطفل عليها نهائيا. لا نهائيا لا دايره بلاصتها كل واحد كلكم تبارك الله دايرين بلاصتكم كل واحد الاتجاه ديالو كل واحد اللون ديالو الله يوفقكم. زاد زوينه اختي الصغيره تتبان لي دائما صغيره اختي عندي واحد الاحساس بالوصايه عليها واحد الاحساس بالاحتضان ليها مجتهده تكرفست بزاف وتعذبات باش توصل داكشي اللي وصلت ليه حالمه وعندها نفس طويل. انا معجبه بها في هذا الجانب هذا يعني صدفت عراقيل كثيره كثيره الا انها لم تتوقف لم تحبط زعمك لم حتى حاجه ما وقفتها على انها تحقق الاحلام ديالها. الناس بزاف تيقولوا واش تنشوفهم تيكتبوا تيقولوا راه كان عندي شي علاقه في الاختيار ديالها ولا في الامتهان ديالها الاعلام. نهائيا هي هذا هو الشغف ديالها كانت هذا الشيء اللي بغات دير من الاول وبوحدها شقات طريقها
وكانت كدير سميت شهرزاد في الاول، يعني ما اعتمدت على شي اسم حتى شي حاجه حتى في علاقتي، ما اعتمدت على حتى شي حاجه في علاقتي نهائيا، هي مستقله واهنئها على اي نجاح حققته، الله يعطيها الخير والله يوفقها والله يكمل عليها بخير. موقع الدار تنتمنى لكم التوفيق، تنتمنى لكم الحضور المستمر والمتألق، وأنا ممتنة وشاكرة للوقت اللي خصصته. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.